بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أمام بيت العجائب هذا المعلم التاريخي الشاهد على أكبر إمبراطورية عمانية على الشريط الساحلي لشرق إفريقيا. بيت العجائب في زنجبار تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي منذ عام 2000 من قبل المنظمة العالمية اليونسكو. هذا المعلم التاريخي يعد أبرز معلم يميز ويمثل جزيرة زنجبار عن باقي الأقطار في تنزانيا، حيث وللوهلة الأولى عند وصولك إلى زنجبار عن طريق البحر يقابلك بيت العجائب، أو إذا أردت أن تعلم بأنك قد وصلت إلى جزيرة زنجبار عن طريق البحر فبيت العجائب هو الدليل. تم بناء بيت العجائب عن طريق السلطان برغش بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد المسعيدي، ثاني السلاطين العمانيين الذين حكموا زنجبار عام 1883، والذي ولد سنة 1837 وتولى الحكم فيها في 10 أكتوبر سنة 1870 إلى مماته في 26 مارس سنة 1888 ميلادية. وكان بيت العجائب مقراً لاستقبال الوفود الرسمية واحتضانها بقاع الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وتم تسميته بهذا الاسم لأنه كان أول مبنى في زنجبار تشتغل فيه الكهرباء من الداخل، وأول مبنى في شرق إفريقيا يحتوي على مصعد كهربائي. عندما تقف أمام هذا المبنى فإنك تشعر بعظمة البناء رغم مرور أكثر من 137 سنة لبنائه، إلا أن شموخه لا زال قائما إلى اليوم. وإذا كان قصر الحمراء في الأندلس دليل على الوجود العربي هناك، فإن بيت العجائب في زنجبار يعد من إحدى أيقونات العمانيين في الشرق الإفريقي. في أكتوبر من عام 2019 وقعت السلطنة وبتوجيهات سامية من مولانا الراحل السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه إسناد مناقصة إعادة تأهيل مبنى بيت العجائب بحوالي 6 ملايين دولار حفاظا على مكانة ورمزية بيت العجائب. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ففي يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وفي حدود الساعة 12 ظهرا انهار الجزء الأمامي لواجهة بيت العجائب. الشاهد على آثار الانهيار على أرض الواقع ليس كمن تابع الصور والمقاطع المرئية عبر شاشات التلفاز أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتنوعة، حيث يراودك شعور لن تستطيع الكلمات أن توفي الغليل الذي يجري في الداخل جراء هذا الانهيار الذي قد يؤدي إلى القضاء على أكبر معلم تاريخي للإمبراطورية العمانية في الشرق الإفريقي. ولكن وبفضل من الله ونعمائه على عمان حبان الله بالسلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه سلطانا وفيا لعمان، رحيما بشعبه كسلفه وسيره على نهج السلطان الراحل، خصوصا فيما يتعلق في الحفاظ على الموروث التراثي العماني، فأمر جلالته بتشكيل فريق يتابع أعمال الصيانة لبيت العجائب. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار على حضوره الكريم أمام بيت العجائب وتابع الأضرار الذي تعرض له بيت العجائب، وهذا يؤكد صلابة العلاقات المشتركة بين السلطنة وزنجبار، حيث أمر فخامة الرئيس بتشكيل فريق يتابع الأضرار الناتجة جراء هذا الحادث والوقوف على حيثياته والحفاظ على هذا المبنى. ونحن بدورنا على أتم استعداد للعمل جنبا بجنب مع القائمين على هذا المشروع للحفاظ على هذه المنارة التاريخية التي تمثل التاريخ المشترك بين السلطنة وزنجبار. نسأل الله أن يحفظ بلادنا عمان ومولانا جلالة السلطان
وأن يؤيده بالحق وأيد بالحق يا رب العالمين. ونسأل الله أن يوفق فخامة الدكتور حسين علي مويني لما يحبه ويرضاه وفي مسيرة البناء والنماء، وأن يديم على بلاده موفور الأمن والاستقرار. Kwa jina naitwa Muhammad Awadh, ni raia wa Omani na hapa nipo Zanzibar kwa matembezi. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, kuwepo kwangu hapa nimeshuhudia tukio la kuanguka Baitul Ajaib. Na ni tukio linasikitisha sana. Lakini la kushukuru kwa serikali zote mbili ya Omani na ya Zanzibar pamoja na jamii za kimataifa kuwa tayari kulirejesha haiba yake kama lilivyokuwa. Nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada ambazo anazichukua kuhakikisha jambo hili linafanyika haraka uwezekanavyo. Asanteni sana.